ونناقش في هذه الحلقة. تمرد المخابرات في الخرطوم، ما هي دلالاته وأسبابه وآثاره على استقرار السودان الجديد؟ وأردوغان ينتحل شخصية شرطي منطقة الشرق الأوسط، فهل نجح في هذا الدور وما هي كلفته على تركيا؟ أهلا بكم. ما أن تنفس السودانيون الصعداء لنجاح ثورتهم على نظام البشير حتى برزت حادثة إطلاق النار في هيئة العمليات بجهاز المخابرات. انتهت العملية بسيطرة الجيش على الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء، لكن الأسئلة عن أسباب الحادثة التي وصفت بالتمرد العسكري وعواقبها ما زالت قائمة. فأين يكمن الخلل؟ ولماذا وصل الأمر حد إطلاق النار؟ وما هي ضمانات عدم تكرار هكذا حوادث؟ وما حقيقة دور حزب المؤتمر وأنصار البشير فيها؟ فتنة هي أو مؤامرة أو محاولة انقلابية في السودان، جميعها أجهضت وباءت بالفشل في غضون ساعات. الحكومة تحكم قبضتها على حالة تمرد في عقر دار المخابرات السودانية وأجهزة أمنها، عناصرها من هيئة العمليات. العشرات من قوات يبلغ تعدادها نحو 10,000 عسكري أنشأها النظام السابق خرجوا إلى شوارع الخرطوم، أقاموا المتاريس وأطلقوا الرصاص وأرهبوا السكان من حولهم، زاعمين بأن لهم مطالب مادية، وذلك ردا على قرار جهاز المخابرات الذي أفضى إلى تسريح موظفيهم وتغيير اسم الجهاز وتجريدهم من السلاح. الحكومة سعت إلى التفاوض في بادئ الأمر، إلا أن قوات الجيش اضطرت للاشتباك مع المتمردين لاحتواء العنف. القوات المسلحة كل مكوناتها. رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان أكد أن القوات تصدت ولسوف تتصدى لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وأن بلاده لن تسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية، مضيفا أن جميع مقرات المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش وأن المتمردين سيحاسبون وفقا للقانون. أحداث الساعات الأخيرة طرحت السؤال الأول، هل هناك من يسعى لزعزعة استقرار السودان؟ الإجابة جاءت على لسان رئيس حكومتها عبد الله حمدوك الذي قال إنه لا أحد يستطيع إيقاف قطار الاستقرار في البلاد، وأن السودان ماضية نحو التقدم والنماء ضد أي تحركات تريد إفشالها. أما السؤال الثاني، من الذي يقف وراء هذا التمرد؟ نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دجلو اتهم رئيس المخابرات السابق صلاح قوش الذي كان مواليا للرئيس المخلوع عمر البشير بالوقوف وراء هذه المؤامرة، لكن قوش ليس وحده هو من يوالي النظام المخلوع، والاعتقاد السائد أن التمرد لم يكن محركه شخص واحد أو مجموعة أشخاص ولا دوافعه مالية فحسب، فهناك قوى خفية تقف خلف عملية التحريض داخلية كانت أو خارجية تسعى إلى زعزعة الاستقرار وعرقلة مسار التغيير. مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا الحوار، وأرحب بضيفي من لندن السيد محمد المكي أحمد الصحفي والمحلل السياسي، وكذلك معنا من الخرطوم السيد أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية. أهلا بكما. أبدأ مع السيد عبد العزيز، هل ما حدث في جهاز المخابرات
هو أزمة مالية تحولت لإطلاق نار أم أنها في عمقها في حقيقتها أزمة سياسية أمنية مركبة؟ بالأمس يعني كانت الخرطوم قد يعني حبست أنفاسها منذ الساعة 10 صباحا نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قبل في بعض المواقع التي كان بها أفراد من هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات. صحيح أن كانت المطالب المبكرة للثوار هي مسألة حل هذه هيئة العمليات ومن بها لأسباب متعلقة بأنها هي أداة من أدوات النظام الباطش. الأحداث بدأت في الغبيض عندما يعني قام هؤلاء الذين يتبعون لهيئة العمليات باحتجاز أحد اللواءات يتبع للإدارة المالية وطلبوا منه بعدم التحرك من مكانه وقالوا أن حقوق فوائد ما بعد الخدمة هي ليست مجزية. إذن في شاكلتها الأولى هي الأحداث كانت عبارة عن أحداث مطلبية، ولكن الأمور تحولت بعد التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، والذي اتهم فيها بوضوح مدير جهاز المخابرات السابق ومن قال أنهم يحركون مسيرات الزحف الأخضر، وفي ذلك إشارة واضحة إلى المؤتمر الوطني وأنصاره، قال أنهم يقفون وراء تحريك هذه الأحداث وأنهم هم الذين قاموا بتحريكها، وبالتالي أصبحت هنالك تقاطعات سياسية تضاف إلى المطلب الأساسي الأول. ولكن المشكلة الأساسية تكمن في أنه تم حل هذه القوات قبل 6 أشهر، فلماذا هذا التساهل واللامبالاة بأن تظل هذه القوات في مواقع السلاح وتستطيع استخدامها في طوال كل هذه المدة، خاصة وأن هذه القوات نفسها هي أيضا يعني ما كل إليها مهام متعلقة بحراسة بعض المرافق الاستراتيجية كما في بعض مناطق البترول. نعم سيد محمد المكي، هناك في الأخبار التي سربت بأن مبلغ 23 مليون دولار سلمت لمدير المخابرات الحالي حتى تحل المشاكل، لماذا برأيك أخفق في حل المشكلة مع وجود التخصيصات المالية، وليس فقط هذا وإنما فشل كل النظام السياسي في تلبية مطالب الثوار بإعادة هيكلة الجهاز؟ أولا اسمح لي أن أترحم على شهيدي القوات المسلحة وأدعو الله أن ينعم بالشفاء على الجرحى الخمسة وفقا لما أعلنه رئيس المجلس السيادة الفريق البرهان اليوم. ثانيا أترحم أيضا على شهداء الثورة السودانية منذ 30 يونيو 1989 عندما جرى انقلاب الجبهة القومية الإسلامية. ثالثا أحيي قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع على ما قامت به من جهد جبار في دحر التمرد. بالنسبة لي منذ اللحظة الأولى وفقا لعدد من المؤشرات والمعلومات أيضا كتبت على صفحتي في فيسبوك أن ما جرى هي عملية تآمرية مكتملة الأركان. هي عملية تآمرية أولا لأن ما جرى من جنود واختاروا مقار وجودهم في 4 مواقع في الخرطوم، في الرياض، في 3 مناطق أخرى، وأيضا امتد هذا التحرك بالتزامن إلى غرب كردفان في مناطق حقول للبترول. هذا عمل مخطط. أنا أعتقد أن اللافتة التي رفعت فيما يتعلق بالمستحقات هي مجرد مبرر أو لافتة رفعت قطاع لتبرير المسألة. أولا نحن الآن في مناخ ديمقراطي فيه العدالة، فيه المساواة، حتى لو لجأوا إلى التظاهر وحتى التظاهر في أوساط العسكريين غير موجود، هناك انضباط في أوساط العسكريين، حتى لو لجأوا إلى تظاهر أو إلى تجمع لكنهم اختاروا أن يطلقوا النيران في الشوارع، اختاروا عملية ترويع الآمنين، اختاروا أن يرسلوا رسالة قوية جدا للمجلس العسكري وللحكومة الانتقالية. أنا أعتقد أن هذه مؤامرة، أتفق تماما مع التوصيف الذي أطلقه رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان وما أطلقه أيضا نائبه الفريق حميتي، وأيضا ما ذكره أيضا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوق. أنا أعتقد أن هذه المسألة قد كشفت جوانب سلبية
سلبية وإيجابية، ربما لا يتسع الوقت، لكن باختصار شديد الجوانب السلبية التي كشفها هذا الموضوع أن هناك خللا حقيقيا وكبيرا في جهاز المخابرات. طيب. على الرغم من أنه قد جرت عملية هيكلة، إلا أن هذا الجهاز الآن يعاني من مشكلات كبيرة لا بد من معالجتها. أيضا العقلية التآمرية موجودة من عناصر النظام السابق ومن قياداته، لم تتعلم من درس الثورة السودانية الباسلة السلمية. أيضا هناك أيضا إيجابيات، أنا أعتقد من أهم الإيجابيات هو تعزيز الشراكة بين العسكريين والمدنيين، أيضا الشفافية التي رأيناها عندما أطل البرهان وحميتي ورئيس الوزراء ليعلنوا للشعب السوداني وللعالم كله حقيقة ما جرى. أيضا لغة الخطاب السياسي، الآن لم نسمع أي مسؤول يتكلم عن الخونة أو العملاء أو المرتزقة أو غير من العبارات التي كان يستخدمها قادة النظام المندحر وفي صدارتهم الرئيس عمر البشير. طيب. هذه اللغة الآن غير موجودة، اللغة الموجودة هي لغة المحاسبة العدالة. نحن الآن في مناخ جديد، ونعتقد أن هؤلاء قد قاموا بعملية انتحارية. واضح تماما. نعود إلى السيد أشرف عبد العزيز، توجيه الاتهام إلى أنصار البشير وإلى المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش ومستشار البشير بالمسؤولية عن هذه العملية، ألا يحرج النظام السياسي الحالي بأنه بعد مرور كل هذه الفترة لم يستطع بالفعل التخلص من خطر البشير، وربما كسر فرحة السودانيين بالتخلص من هذا النظام؟ هو طبعا نظام البشير لم يحكم البلاد عام أو عامين، هو حكم البلاد 30 عاما. صحيح. وبالحديد والنار، وبالتأكيد هذا النظام استطاع أن يسيطر على كل مفاصل الدولة عبر انتهاجه سياسة عرفت بسياسة التمكين. وبالرغم من أن الحكومة الحالية أجازت قانون تفكيك النظام البائد والتمكين، إلا أنها بالتأكيد الإجراءات لن في ليلة واحدة لن تستطيع أن تقوم بحل كل هذه الإشكالات التي يقف والترك الصغير التي خلفها النظام البائد. فبالتأكيد القوة الحالية التي قامت بهذا التمرد عددها ليس فرد أو فردين، هي قوة من 13,000 جندي. هؤلاء 13,000 جندي نصفهم في الخرطوم والآخرين في ولايات أخرى، فهي ليست قوة بالسهلة، وهي قوة كبيرة. ولكن سيد أشرف على الأقل فأي سحب الأسلحة الثقيلة ذلك. لماذا نعم. تأخر هذا الموضوع سحب الأسلحة الثقيلة مثلا. أنا ذكرت في هذا الأمر بأن الأمور لم تسهب في مسارها الصحيح منذ بداية الأمر، لأن فعلا هنالك لا مبالاة وهنالك قصور، حتى وجهه نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو. صحيح. إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي الفريق دمبلاب، وقال أنه لم يقوم بمهامه بالوجه الأكمل عندما لم يقوم بتجريد هذه القوة من السلاح، وينهي يحسم أمر هذه القوة خاصة من الغرار واتخذ منذ 6 أشهر. فبالتالي وجود هذا السلاح ووجود هؤلاء في هذه المغار طوال هذه الفترة هو غصور أيضا من قبل الأجهزة المعنية والتي اطلعت بهذه المهمة ولم تقم بها بشكل كامل. هل سيد أشرف الأمر يتوقف عند حدود القصور؟ لأن هناك تصريحات للسيد دقلو قال إن وجهت تحذيرات قبل يومين من حدوث هذه المحاولة التمردية وأعلم فيها مدير المخابرات الحالي. كيف نفهم أن مدير مخابرات يتلقى تحذيرات من جهة سيادية عليا ومن ثم يحدث هذا الخرق الذي حذر منه؟ هو بالتأكيد ربما الطريقة التي تم بها التعامل واللامبالاة هي السبب الرئيس في أن تتفاقم هذه الأزمة. وحديث دقلو هذا فبالتأكيد حديث له ما بعده. ولكن حتى الآن أيضا في نهاية الأمر يقال أن أبو بكر دمبلاب هو الذي استطاع نزع فتيل الأزمة عن طريق الحوار وعن طريق المواجهة المباشرة عبر الجيش الذي استطاع احتلال كل هذه المقر. إذن دائما في العملية الأمنية هناك دوائر للتعامل مع المعلومات، دائرة محظور وسر جدا وسر للغاية وغيرها. ربما حتى الآن لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات، ولكن هذه المعلومات بدأت تترى منذ أن قام حميتي بالكشف عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحاضرة جنوب السودان جوبا. جميل. سيد محمد، هل جاء هذا التمرد من عناصر في جهاز حساس في جهاز المخابرات السوداني جاء بذاته، أم هو كان ربما حلقة في مسلسل طويل من مثلا مسيرات الزحف الأخضر وغيرها ونشاط جماعات حزب المؤتمر؟ أولا تشكيل هذا الجهاز
تم من النظام السابق، والنظام السابق كان يشكل أجهزته وفقا لمنظوره العقائدي، هو يعبر عن حزب سياسي، وكان يختار لأجهزته المختلفة قواعده وكوادره ويضعهم في مفاصل الدولة. ونحن السودانيون نعرف ذلك، لكن على لسان البشير وعدد من قيادات النظام المباد استمعنا إلى تسجيلات قناة العربية التي هي حديث العالم كله الآن، احترفوا بأنهم يمسكون بمفاصل الدولة السودانية. بهذا المعنى يمكن أن نقول أن جهاز المخابرات ليس بمعزل عن هذه الرؤية الإقصائية للآخرين التي تحتكر السلطة والتي تهيمن على موارد البلد وعلى أجهزته المختلفة. بالتأكيد هذا التحرك ليس معزولا عما يجري في مناطق أخرى، في كما شاهدنا في الجنينة، في بورسودان، في شرق السودان، كما شاهدنا أيضا في الأبيض. هناك أيضا كما ذكر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حمايتي أن هناك تخطيطا أيضا لتظاهرات قادمة، وقال هذه التظاهرات أيضا هي أيضا خططت بالتنسيق مع هذا التحرك العسكري. بالتأكيد أي محلل يفهم تعقيدات المشهد السوداني وترابط التآمر الذي يتم بين المدنيين وبين العسكريين لا يمكن أن يفصل بين هذه القضية وتلك. أنا أعتقد أن عناصر النظام السابق وعدد من قيادات النظام السابق لم يتعلموا الدرس. كان مطلوب منهم أن يراجعوا مواقفهم، أن يحترموا إرادة الشعب السوداني، أن يوقفوا العقلية التآمرية التي تحكمت فيهم على مدى سنوات طويلة. لكن يبدو تماما أن شهوة السلطة والمال تسيطر عليهم سيطرة تامة. سيد المكي، ثمة إشكالية. قيل أن هذا النظام الحالي ما بعد البشير حسنا فعل بأنه لم يلجأ إلى الاجتثاث الكلي وبالتالي يجرد الدولة من كياناتها، هو تعامل وفق المنطق والقضاء مع المقصرين وأبقى الكثير من المحسوبين بشكل أو بآخر على نظام البشير، وبالتالي يكون الخيار صعب. إذا عمل بطريقة القضاء وعدم الانتقام الجماعي يلاقي هذه ربما الخلايا النائمة أو محاولات الانقلاب والارتداد لما قبل البشير، وإذا عمل بالاجتثاث الجماعي قيل أنه يهدم الدولة. ما الخيار الأفضل؟ حقيقة أنا كانت لدي رؤية واضحة منذ أيام الحراك الثوري قبل الإطاحة بالبشير. كنت أتكلم أقول أن كل دول العالم لديها أجهزة مخابرات. كنت أدعو فقط إلى إعادة هيكلة جهاز المخابرات، وحتى الآن أنا أدعو إلى ذلك ولا أدعو إلى إلقاء جهاز المخابرات. جهاز المخابرات جهاز مهم وجهاز وطني، وبالتأكيد ليس كل المنتمين لهذا الجهاز هم مجرمون. صحيح. بالتأكيد هناك من يدافعون عن الوطن، هناك من يدافعون عن اقتصاد البلد، هناك أيضا مؤهلون. نحن لابد أن نفرق بين هذا وذاك. أنا أعتقد أنه عملية إعادة الهيكلة هذه مهمة. المهم أن تتغير السياسات. في الحقيقة قد تم بعدما تمت إعادة الهيكلة سمي جهاز الأمن والمخابرات كما كان يسمى في السابق، سمي بجهاز المخابرات وحددت مهماته في أن يقوم المعلومات. فقط بجمع المعلومات وليس الحرب. أن يكون لديك هيئة عمليات من 13,000 شخص يقومون بالحرب، يقتلون في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ويقتحمون البيوت ويضربون الثوار ويقتلونهم. هذه ليست مهمة جهاز الأمن والمخابرات. هذه الجيش مهمته الدفاع عن أمن البلد وعن سيادة البلد والأمن الداخلي للشرطة. طيب. أنا أعتقد أنه الآن المطلوب هو أن تستمر عملية تفكيك النظام، نظام 30 يونيو 1989، تتغير السياسات. أنا أيضا أنبه الحكومة، الحكومة صحيح قامت بخطوات إيجابية، أحيي أيضا التنسيق والتفاهم والتفاعل بين مجلس السيادة وبين الحكومة، لكن لابد أن نخاطبهم أيضا بصراحة شديدة. هناك في الشارع السوداني عدم ارتياح لبطء الخطوات التي تتم الآن، لابد من الإسراع في عملية التفكيك بالقانون وبالعدالة. أيضا فيما يتعلق بقوى الحرية والتغيير، نحن أيضا منذ فترة طويلة، وأنا أدعو منذ فترة
فترة طويلة جدا هذه القوى التي تتكون من قوى سياسية ذات وزن سياسي أدعوها دائما إلى توحيد صفوفها وإلى الإقلاع عن الخلافات والحساسيات الجانبية. هذه القوى مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضى أن تعمل سويا، أن تترك الشتات، أن تترك المناكفات، أن تعمل سويا دعما للحكومة. الحكومة الحاضنة السياسية لديها محمد. هي قوى إعلان الحرية والتغيير، بل قوى إعلان الحرية والتغيير هي الحاضنة أيضا لمجلس السيادة. جميل. سيد أشرف، مرة أخرى، هل تعتقد أن حادثة جهاز المخابرات ستدفع إلى اتخاذ السلطات الحالية أسلوبا جديدا، نهجا جديدا في التعامل مع بقايا وفلول حزب البشير؟ هو كان الرأي منذ البداية بالنسبة للثوار وبالنسبة لمطالبهم الذي كانت منذ أن تم إزاحة نظام البشير، هو أن يكون السلاح في يد القوات المسلحة. وربما هذا يعني يعيد هذا المطلب ويصبح مطلبا أساسيا بالنسبة لكل السودانيين، بأن السلاح فقط ينبغي أن يكون في يد القوات المسلحة وهي التي من المفترض أن تتعامل مع هذا السلاح. والنقطة الثانية أن ينحصر فعلا جهاز الأمن والمخابرات في دور فقط جمع المعلومات مع إعادة الترتيبات التي تكفل بأن يكون جهازا وطنيا يدافع عن الحكومة الحالية وعن متطلبات الثورة وعن أهدافها، بعيدا عن أي اتجاه للتعامل مع أنصار النظام البائد. وإن كان هنالك من هم يتعاملون مع النظام البائد فيتم إقالتهم وإعفائهم تماما. هذه نقطة، وتنظيف جهاز الأمن والمخابرات. أما النقطة الثالثة والمهمة هي أيضا في يعني توحيد الجبهة الداخلية والالتفات إلى القضايا الأساسية التي من بينها أن تعيد مثل هذه الأحداث من جديد. فكان اليوم هو قرار واضح بالنسبة لرئيس المجلس السيادي الذي تحدث بوضوح بأن هذه المسيرات المسمى بالزحف الأخضر هي واحدة من المهددات في الآونة الأخيرة التي بدأت يمكن أن تشعل أو تلهب الوضع المناخ السياسي في السودان، وبالتالي شدد على أن المسيرات في الأيام القادمة سيكون الترخيص لها أو السماح لها عبر السلطات، وهذه مسألة مهمة وأساسية حتى تكون هنالك مسؤولية واضحة لمن هم يقفون وراء هذه المسيرات. وهل هذه التوصيات التي تتفضل بها أو تطرح في الإعلام أو في السياسة كفيلة بعدم تكرار حادث مثل ما حدث في جهاز المخابرات؟ هو مسألة التمرد في القوى العسكرية هي مسألة واضحة، مجرد أن لا تطيع مرؤوسك في القوى العسكرية فتعني هذا أنك تمرد، وبالتأكيد هنالك قوانين رادعة وحاسمة داخل المنظومة العسكرية هي كفيلة بحسم أي نوع من أنواع التمرد. ولعل الاصطفاف الذي حدث بالأمس من قبل القوات المشتركة هو أكد أن في السودان هنالك من يستطيع أن يحافظ على أمن الثورة ويحميها من أي أنواع التمرد وإن كان هذا تمردا داخليا. ولكن المهم في هذه العملية أيضا والدرس المستفاد والعظة في أنه يجب أن لا تكون هناك مغارات أو ثكنات عسكرية بالنسبة للعسكريين في وسط المناطق المأهولة بالسكان، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على حياة المواطنين وبالتأكيد سقط قتلى وهنالك جرحى نتيجة هذه المواجهات العسكرية التي تمت. كذلك الدرس المستفاد بأنه لا يجب أن يكون هنالك تلكوا ولا تباطؤا في حسم مثل هذه المسائل المهمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث أو لا يستغلها المتربصون وبالتالي يعبثون بأمن البلاد. جميل. سيد محمد، إجمالا كيف يمكن إرسال رسائل تطمين إلى السودان، إلى السودانيين، إلى دول الجوار بأن خرقا مثل هذا لن يحدث؟ ما هي الدروس المستفادة وكيف يمكن تفادي وقوع هكذا حوادث مرة أخرى؟ أنا أرى يعني بوضوح شديد أن ما جرى يمكن أن يتكرر بأشكال أخرى، لأن العقلية التآمرية موجودة. لكن أنا أشدد على جانب مهم وهو وحدة الصف، تعزيز الشراكة بين العسكريين والمدنيين. كنت أدعو منذ الحراك في أوقاته الأولى وفي شهوره الأولى إلى هذا الجانب. أنا أركز أيضا على قوى إعلان الحرية والتغيير، لأن قوى إعلان الحرية والتغيير هي التي قادت
عندما انضمت إلى تجمع المهنيين هي التي قادت هذا الحراك الثوري، وهي لها تجارب سياسية عريقة. أحيانا أنا ألاحظ، ولا بد أيضا أن أتكلم معهم بصراحة شديدة، أحيانا ألاحظ أن قوى إعلان الحرية والتغيير تطلق بيانات وتتكلم في بعض المناسبات وتقول نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، ولا أدري لماذا لا تنسق مع مجلس الوزراء مع الحكومة الانتقالية وتتم كل هذه المسائل، ويتم طرحها إذا أرادت أن تعلن عن أشياء تتكلم أننا اتفقنا مع الحكومة على أن تكون أولويتنا كذا وكذا وكذا، لكن لا تتحدث وكأنها خارج دائرة الحدث أو خارج دائرة القرار. هذا جانب. فيما يتعلق بالقوى الإقليمية والدولية، قبل ذلك أنا أؤكد لك تماما أن الجيل الجديد الذي فجر الثورة السودانية بتضحيات بنات السودان وأبناء السودان، هذا الجيل الجديد لديه من الوعي ولديه من اليقظة ما يستطيع أن يحمي به ثورته مهما كانت طبيعة التحديات. لا مستقبل على الإطلاق للطاقين الظالمين الإنقلابيين. المستقبل كما أرى هو للحرية والسلام والعدالة، المستقبل للجيل الجديد. ولذلك أنا أدعو القوى السياسية السودانية بالصوت العالي أن ترتفع إلى مستوى تفكير الجيل الجديد، أن تترك المناكفات، أن تترك الحساسيات القديمة. الجيل الجديد ليس مسؤولا عن أي حساسيات بين القيادات السياسية المختلفة. هذا الجيل الذي رأيناه أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وهو يرفض العنصرية، هذا الجيل يجب أن تسود قيمه الشارع السوداني. فيما يتعلق بدول الإقليم، أنا أحيي دول الإقليم كافة التي تتفاعل مع شعبنا والتي تدعم شعبنا والتي تحترم إرادة الشعب السوداني، نحن نبادلها التقدير. وأؤكد تماما أن الشعب السوداني هو يريد أن يبني ديمقراطية داخل السودان. طيب. تعددية نابعة من الإرادة السودانية. نريد من إخواننا في الخليج، في المنطقة العربية، في العالم الإفريقي الذي وقف معنا ونقدر دوره، في الدول الكبرى أن تقف مع إرادة الشعب السوداني. لكن في النهاية إذا وقفوا معنا أو لم يقفوا معنا فإن إرادة الشعب السوداني ستنتصر. سيد أشرف، بدقيقة واحدة، هل يمكن منع تكرار هكذا حوادث كما تقول بالوحدة السياسية، تجاوز الخلافات، وما المطلوب من الجميع؟ يعني بالتأكيد يعني يمكن منع تكرار هذه الحوادث، لأن حادثة الأمس هي تعتبر حادثة فاصلة، وهذه هي القوة الأساسية خاصة في متعلق بالتمرد داخل الوحدات العسكرية ومحاولة استغلال يعني عناصر النظام البائد لمثل هذه القوات مرة أخرى. بالتأكيد ما حدث بالأمس، ذكر اليوم رئيس المجلس السيادي بأنه سيتم التعامل معه وفق القوانين العسكرية، ومعروف أن القوانين العسكرية هي رادعة وحاسمة، وبالتأكيد لن يجرؤ أحد على هذا، خاصة وأن التنسيق الثابت بين القوى المدنية والقوى العسكرية المكونة لهذه الحكومة قد اتضح من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، واتضح أيضا من تصريحات رئيس مجلس الوزراء بالأمس بأن الحل الوحيد لتجاوز مثل هذه الأشياء حتى لا تكون هو التنسيق والترتيب المحكم بين أطراف الحكومة المختلفة. وبالتأكيد ما دام أن هنالك هذا التحالف بهذه الطريقة وبهذا التنسيق المحكم لن تحدث مثل هذه الأحداث، خاصة وأنها ستنبه الجهات المسؤولة بعدم تكرارها وجمع المعلومات بشكل أدق في الفترات القادمة. في تقديري لن تحدث هذه الأحداث بهذه الصورة مرة أخرى. رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية من الخرطوم السيد أشرف عبد العزيز، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرنا موصول إلى ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي من لندن السيد محمد المكي أحمد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وراء الحدث متواصل معكم من استوديوهات الغد في لندن، وفيه نناقش بعد الفاصل. أردوغان ينتحل شخصية شرطي منطقة الشرق الأوسط، فهل نجح في هذا الدور؟ وما هي كلفته على تركيا؟ أهلا بكم من جديد. لم يعد خافيا طموح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوسع في المنطقة ورغبته بالتحول إلى شرطي المنطقة، فمرة يرسل مرتزقته إلى ليبيا، ومرة ينادي بتبعية دول الإقليم للدولة العثمانية القديمة، ومرة أخرى يدافع عن أقليات عرقية في دول الجوار ليثير نبرة عنصرية مرفوضة. فلماذا يستمر أردوغان بتقمص دور شرطي المنطقة رغم إخفاقاته المتكررة؟ وإلى أي مدى تتحمل دول الجوار دور أردوغان التوسعي في أراضيها؟ القوات التركية تستقبل بالحجارة في شمال سوريا،
ويواجه وجودها هناك بمعارضة واسعة على الرغم من المزاعم التي يطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن حماية المدنيين. المزاعم نفسها تتكرر في ليبيا، فالرئيس التركي يرسل مرتزقة وقوات إلى طرابلس زاعما أنه يريد أن يوفر الحماية للحكومة المعترف بها دوليا هناك، ولكنه يدعم حكومة غير معترف بها دوليا في شمال قبرص، ويحول هذا الجزء من قبرص إلى إقليم تابع لتركيا. أفضل ما يمكنه أن يكشف عن أطماع أردوغان في ليبيا هو أردوغان نفسه الذي قال إن ليبيا كانت لعصور طويلة جزءا هاما من الدولة العثمانية. ولا حدود لسعة الأطماع الأردوغانية أيضا، إنما على أسس عنصرية، فهو يدافع عمن يسميهم أبناء كوروغلو أو أحفاد الأتراك في ليبيا، وكذلك تركمان سوريا والعراق والبلقان والقوقاز. شن أردوغان هجوما لاذعا ضد المشير خليفة حفتر لأنه رفض الوقوع في الفخ في مسعى موسكو للتوصل إلى تسوية، فالاتفاق الذي تم عرضه عليه كان يتضمن تكليف قوات تركية بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، الأمر الذي يمنح وجودها هناك شرعية لا تستحقها. وحالما عاد المشير حفتر من موسكو أطلق أردوغان التهديد من أنه سيلقنه درسا، كما لم يبق اتهاما إلا وأطلقه ضد قائد الجيش الوطني الليبي بما في ذلك السعي للقيام بما أسماه تطهيرا عرقيا، إنما ضد من وصفهم أردوغان بأنهم أحفاد بربروس خير الدين بربروس وترغوت رئيس، ويقصد الأميرال العثماني الذي فتح طرابلس الغرب. هناك من شعر بالإحراج من هذه الصفة العرقية حتى بين الليبيين الذين يدعمون حكومة فايز السراج، إلا أن ذلك قليل الأهمية بالنسبة لتطلعات أردوغان التوسعية، فهو يبحث لنفسه عن أرض يتمدد إليها لكي يحول تركيا إلى شرطي في المنطقة. ومثلما حرص على أن يدعم حكومة غير شرعية في قبرص بعد تقسيمها، فقد حذر أردوغان من تقسيم ليبيا لكي يحافظ على موطئ القدم الذي كسبه هناك حتى ولو كان الثمن تقسيم ليبيا بالفعل. مشاهدينا أهلا بكم، وأرحب بضيفي من القاهرة السيد محمد الشاكر الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك أرحب بضيفي من لندن السيد عبد العزيز غنية الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ مع السيد غنية. من سوريا إلى العراق إلى قطر إلى اليونان إلى ليبيا، يحاول الرئيس أردوغان جرجرة تركيا إلى مشاريع توسعية وإقليمية ليتحول إلى شرطي المنطقة، هل تعتقد أنه نجح في ملف من هذه الملفات؟ أبدا لم ينجح. أشكرك أولا على الاستضافة، وأشكر تحياتنا إلى ضيفك من القاهرة. الحقيقة هو ليس شرطيا بالمنطقة، وهو بلطجي بالمنطقة، وليس شرطيا على الإطلاق. لم ينجح في أي من الملفات، ويحاول أن يمتد جنوبا باتجاه ليبيا، ويحاول أن يمزق الليبيين باختياره إلى هذه الألفاظ العنصرية، ويحاول الليبيين عائلة بسيطة وعائلة محدودة جدا، ولا تنصت لهذه الهرطقات وأحفاد عمر المختار كفيلين بقلب موازين المعركة وضرب أطماعه في العمق. الملامة بالدرجة الأولى اليوم ليس على الرئيس أردوغان الذي بقي يستجدي الدخول للاتحاد الأوروبي أكثر من 25 سنة على أبواب الاتحاد الأوروبي ولم يسمح له بذلك حتى اليوم، يحول هذه الأطماع باتجاه المنطقة العربية. أين الجامعة العربية؟ أين الدول النافذة في الجامعة العربية؟ وليست الدول التي احتلها تنظيم الإخوان المسلمين وسيطر عليها ماليا مثل قطر أو مثل بعض الدول الأخرى التي لا تريد البوح بعداها الاستراتيجي ضد تنظيم الإخوان المسلمين، الذي أصبح يشكل خطر أساسي على المنطقة العربية على أكثر من 23 أو 24 دولة عربية. وأين الاتحاد الأفريقي أيضا من هذه التصريحات الخطيرة؟ اليوم الشعب الليبي
يعلن حقيقة في حملة اجتماعية شعبية أهلية واسعة، القبائل العربية تطرق تقرع الطبول من أجل صد هذا الغزو العثماني الذي بدأ بحالة مجموعة من المرتزقة الذين لم يكونوا أوفياء لبلدهم سوريا، واليوم يتم شرائهم بثمن بخس وأرسالهم لليبيا. تحدث بعض الصحف إلى أرسال أكثر من 2000، وفي النهاية هؤلاء 2000 مرتزق سوري من المقاتلين، هؤلاء سينتهوا حقيقة في دول الاتحاد الأوروبي، سينتهوا في إيطاليا، سينتهوا في فرنسا، سينتهوا لاجئين، وشكله خطر أساسي على الأمن القومي للاتحاد الأوروبي، لأن هؤلاء إذ لم يحسنوا مهن يحسنوا إلا القتال مع عقلية مع أيديولوجية متطرفة، فأمامهم إلا خيارين، أما من يكونوا منحرفين في الاتجاه الأخلاقي الآخر ومدمنين كحول أو مخدرات أو مخربين جدا، وهذا لن يرضاه لا الاتحاد الأوروبي ولا غيرها. هناك عصابات الآن تلف في أوروبا محاولة تجنيدهم من تبقى منهم وارسالهم إلى ليبيا، وهذه كلها أشياء خطيرة قصدي على المنطقة بالكامل. أطماع أردوغان لم تنجح لا في سوريا، اليوم أطرافه بالكامل تلملم أطرافه للانسحاب من أدلب، ولم تنجح في أي من التدخلات الأخرى، والمراهق السياسي للأسف الشديد لدولة قطر التي تعانيها وتسخر أموال الدولة القطرية إلى زعزعة المنطقة بالكامل حقيقة، وهذا موقف مخجل جدا طبعا. سيد محمد، هنا الرئيس أردوغان فضلا عن طموحه الشخصي بأن يكون شرطي المنطقة، بأن يكون لاعبا إقليميا بارزا، هو مرة يحاول القول أو الإيحاء بأنه يريد إعادة أمجاد الدولة العثمانية، ولكن تحت العنوانين هناك ما هو أخطر، تمدد الإسلام السياسي في هذه المناطق، رغم رفعه شعارات مثل حماية المدنيين في سوريا، لكن مشروعه فشل ويقابل بالحجارة والرفض. بداية مساء الخير وأهلا وسهلا بكم بالأخوة المشاهدين وبضيفك الكريم أيضا. طبعا يمكن أن نلحظ سيرورة تخبط أردوغان في الاستراتيجية التركية منذ الانشقاق الكبير الذي حصل داخل حزب العدالة والتنمية، يعني وانتقال الاستراتيجية التركية من سياسة تصفير المشاكل إلى الوقوع بسياسة أو استراتيجية التي ينتهجها الآن أردوغان، وهي عقيدة الفعل الاستباقي في مناطق استعداء الخصوم في مناطق نفوذهم أو داخل الأمن القومي العربي. اختار أردوغان يعني اختار المجال الحيوي للدولة العثمانية، وهو حسب ما أسلفت لتكون المنطقة العربية بصراحة مكسرة لجميع التجاذبات التي يريد أن يروجها أردوغان في المنطقة. لذلك لاحظ بأنه يحاول من خلال هذه السياسة أن يعمل على عسكرة الأداء السياسي التركي من خلال ميليشيات إرهابية مصنفة إرهابية، سواء جبهة النصرة أو أحرار الشام، وهذا واضح للجميع. وأيضا زرع قواعد عسكرية سواء في قطر أو سواء في العراق وسواء في الصومال أيضا. لذلك هذا أدى إلى انقلاب في السياسة في السياسة التركية، ونستطيع أيضا أن نلحظ تداعياته على نتائج ما توصلت إليه السياسة التركية الآن. الآن تركيا مثلا على سبيل المثال تعاني من تجاذبات حادة في السياسة الداخلية، هناك خسر كثيرا أردوغان في الانتخابات، في خسارة بلدية إسطنبول، انشقاق حزب العدالة والتنمية وتكوين حزب معارض من أقرب المقربين له، هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا خسر أردوغان علاقته مع الناتو، وتوترت أيضا العلاقة التركية الأمريكية، والآن تشهد تصاعد كبير من التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. أيضا الملف الكردي الذي اشتغل عليه أردوغان الآن يكاد أيضا تفاقم أكثر، وأصبح أيضا في إطار
أيضا في إطار تجاذبات إقليمية أخرى. الآن نتحدث نحن عن 100,000 مقاتل موجودين في سوريا لم يكونوا موجودين قبل هذا التصعيد التركي. إذن أصبحت أيضا القضية التي كان يحاربها أو يتحجج بها أردوغان في إطار مشروع الحيوي الآن تصاعدت أيضا أكثر وتحتاج أيضا لتسويات وحلول أخرى، وهي كانت مجال المحادثات الأخيرة بين رئيس الاستخبارات حقان فيدان ورئيس الاستخبارات السورية أيضا علي مملوك في تركيا في موسكو مؤخرا. أضف إلى ذلك الرهان على خسار على حصان خاسر قد تدفع بسببه سياسة أردوغان تداعيات خطيرة. نعم. تتعلق بدعم الإسلام السياسي، تتعلق بدعم جبهة النصرة وداعش، وهذه جرائم وهذه مجموعات مصنفة في القانون الدولي وفي القرارات مجلس الأمن الدولي بأنها مجموعات إرهابية تستقضي محاربتها وتستقضي يعني المحاسبة الدولية لكل من يأويها ويقدم لها الدعم اللوجستي أو العسكري. نعم سيد غنية، اللافت بالأمر أن سياسات الرئيس أردوغان مثلا في ليبيا هو يستخدم المقاتلين السوريين بمغريات وأموال ويرفع شعار حماية حكومة معترف بها دوليا كما يقول، وبنفس الوقت هو يدعم حكومة غير معترف بها دوليا شمال قبرص. هل هذه الازدواجية هي غائبة عن الدول العالم؟ ألا تشعر بهذا أم أنها ربما في سياسة التخادم تغض الطرف عنه؟ الحقيقة للأسف الشديد اليوم المعايير في العالم أصبحت معايير منقلبة، وأصبح اللعب واضح فوق الطاولة، يعني استخدام لفظ المعترف بها دوليا والحكومة الشرعية من أجل تغطية أطماعه، هو اليوم أصبح طرف في الأزمة الليبية باعتباره أصبح طرف غازي حقيقة، لأن المجموعة الحكومة التي بليبيا اليوم حتى وإن استمدت شرعيتها من اتفاق الصخيرات فعندما تدخل التفاصيل لا تجد لها أحقية بأنها مفروض أن توقع اتفاقية أمنية تستدعي فيها الأتراك إلى ليبيا أو الجيش التركي إلى ليبيا، بالإضافة إلى أن هذه الحكومة لم تحظى يوما بالموافقة المحلية، وهذا السجال بأن تحظى ولا تحظى باعتبارها حكومة أمر واقع. لكن ما أحضر أردوغان طرفين أساسيين، بندين أساسيين، البند الأول حكومة الإخوان المسلمين والرأس المهم في تنظيم الإخوان المسلمين المستوطن الآن في تركيا برعاية قطرية هو السيد علي الصلابي، والطرف الآخر والطرف الاقتصادي العقود الشركات البنية التحتية قبل 2011 كانت تصل قيمتها إلى تقريبا 30 مليار للشركات التركية. الآن أجبر السيد أردوغان حكومة الوفاق والميليشيات المسيطرة عليها والمجموعات التي محسوبة على هذه الشركات التركية أن تسيل أكثر من 2.7 مليار مقدما للحكومة التركية بحيث توقع معها هذه الاتفاقية وأن تكون طرف أساسي لدعم هذه المجموعات، خاصة أن هذه المجموعات تحاصرت لم تعد تبقى إلا في منطقة صغيرة في مصراتة، منطقة صغيرة في طرابلس أو منطقتين أو ثلاثة، حتى ادعائها بأنها هي تسيطر على كامل الغرب الليبي غير صحيح على الإطلاق. الشعب الليبي عندما أعلن إيقاف إطلاق النار اليومين الماضيين شعر بالإحباط العام داخل طرابلس يعني، وهذين استطلاعات الرأي الليبية يعني اللي تجري بالمواقع الليبية المختلفة يعني، وينتظرون الجيش على فارغ من الصبر، بالإضافة إلى استخدامه للمرتزقة واستخدامه لهذه التهديدات المباشرة وتفريق الليبيين جعل من الليبيين يقفون صفا واحدا حتى باقي الصفوف التي لديها اختلافات سياسية حتى هذه الصفوف معينة. سيد غنية نعم. حتى من يساند أردوغان حتى حكومة السراج هي نفسها أعتقد أو كما يقول بعض الليبيين أنها محرجة من هذا السلوك الذي يتخذه الرئيس أردوغان. كانوا يعتقدوا أن السيد أردوغان في اجتماع موسكو الأخير أن يحقق لهم الهدف، فهم استخدمهم حتى بنوع بقلة الاحترام يعني جعلهم يوقعوا على تلك الورقة في اجتماع موسكو ولم ينتظروا توقيع الطرف الآخر وهو المشير خليفة حفتر، رجعوا إلى تركيا ظنا منهم أن الاتفاقية سيتم التوقيع عليها وسيتحصنون داخل العاصمة طرابلس وليس مهم لهم باقي ليبيا، فرفض المشير خليفة حفتر التوقيع على هذه
الاتفاقية، خاصة أن كثير من بنودها مسمومة. جعل السيد أردوغان يخرج عن طوره ويكيل كلاما عنصريا وتهما إلى مؤسسة كيف مؤسسة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. يعني هذه كلها رفعت زادت ثقل أكثر وإحراجات أكثر على الأطراف التي وجاءت بنتيجة عكسية له. نعم. وبالإضافة إلى اليوم الآن الطبول تقرع على اجتماع برلين للدول النافذة واللي لديها مصالح تخص ليبيا. حتى الآن المسرب، يعني قبل أن أدخل لاستديوكم كان هناك تسريبات تملأ مواقع التواصل الاجتماعي الليبي، أيضا حتى هذه التسريبات عبارة عن بنود فضفاضة. طيب. تعيد كرة الميليشيات وتعيد كرة من يحمل السلاح وكيف يمكن تسليم السلاح أو لا يتم تسليم السلاح. تمام. وهو إنتاج الفوضى من جديد، وهذا يعتبر مشكلة الليبيين. يعني نعم سيد محمد، حينما نتحدث عن هذا التمدد والطموح السياسي الذي قد يعتمر رأس حاكم ما ومن دون أن نظر إلى المشاكل الداخلية في بلده، حينما نتحدث أو يتحدث الرئيس أردوغان عن الأقليات العرقية، عن التركمان في هذا البلد أو ذاك، ألا يذكي بنفس الوقت ربما الشق العنصري العرقي في بلده، وبالتالي قد يطعن من الظهر ويثور مشاكل داخلية في بلده لم يحسب حسابها وهو يحاول التمدد إلى الإقليم؟ بالتأكيد، يعني أردوغان يتحدث بهذا المنطق، يعني بمفهوم ينأى عن فكرة الدولة الحديثة. يعني الدولة الحديثة لا يوجد فيها، إذا كان يتحدث عن تركيا الديمقراطية، الدولة الحديثة لا يوجد فيها أقليات وأكثريات. الدولة الحديثة يوجد فيها قانون يحكم الجميع، يعني حكام محكومين تحت سقف القانون. بينما مسألة الأقليات اللي اشتغل عليها أردوغان هي بالتأكيد تصب في إطار العثمانية الجديدة، يعني التي روج لها أردوغان. يعني نحن في سوريا على سبيل المثال أعطيك، وأنا ابن المنطقة، يعني الحديث عن المجال الحيوي لم يكن ورقة سياسية يضغط بها أردوغان. بصراحة هو يبحث عن مجال حيوي في شمال سوريا يشبه المجال الحيوي في قبرص، وهو لا يستعمله ورقة. أنا لا أراه يستعمله ورقة. لماذا؟ لأنه هو جاد به بصراحة. يعني شمال سوريا على سبيل المثال تعامل أردوغان مع مناطق التي تتواجد فيها أغلبية كردية على خلاف ما تعامل في المناطق التي توجد فيها عرب. على سبيل المثال في غصن الزيتون، في عملية عفرين، في احتلال عفرين، اشتغل على سياسة التخويف والترويع والتهجير والتغيير الديمغرافي والنهب والسلب، وعدم وجود أي قوانين في المدينة. بينما في المناطق التي تتواجد فيها العنصر العربي اشتغل على أدلجة وتثقيف والسيطرة الثقافية الدينية بلبوس قومي تركي استعدائي للكرد، وهذا خلق بين أبناء المكون الواحد داخل سوريا حالة من 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 الاستعداء بين مكونات تتجاور بين بعضها. لذلك في مناطق ترك الفصائل الموالية له تنهب وتسلب وتأخذ الفدية من الأهالي، وفي المناطق التي يوجد فيها العرب وضع نوع من 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 يعني التأسيس لثقافة تركية عثمانية، التأسيس افتتح جامعات تركية. لذلك أعطى أكثر من 600 معلم في تلك المدارس الجنسية التركية. إذا نحن أزاء مشروع تغيير ديموغرافي واستحواذ على المنطقة وخلق مجال حيوي جديد لتركيا، وهذا خطر يهدد بصراحة المكونات السورية ويهدد مستقبل الوطن السوري ككل. يعني هذه الإشكالية يعني التي تعامل فيها أردوغان ببراغماتية يعني بصراحة قذرة في الأزمة السورية، والآن يحاول أن يفاوض بأدلب بشرق الفرات أيضا، وهذا حصل في المحادثات الأخيرة في موسكو. واضح تماما. دعني أسأل السيد عبد العزيز غنية السؤال الأخير، هل ربما ستكون نهاية الطموح
شرطي المنطقة في ليبيا، هل ستكون النهاية هناك بالنسبة لسياسات الرئيس أردوغان؟ طول عمرها ليبيا تاريخيا هي مقبرة للغزاة ومقبرة للمعتدين، ولن يختلف مصير أردوغان إذا تدخل أكثر في المسألة الليبية عن مصير غيره من الغزاة. وللأسف الشديد أردوغان يعتبر مطية أو يعتبر قائد للإسلام السياسي وبالذات تنظيم الإخوان المسلمين ويستخدمه حصان طروادة، وهذا التنظيم معروف أنه لا يؤمن بالدولة الوطنية، يريد أن يحتفظ بهذه الجوهرة النادرة في شمال أفريقيا لأنها تعتبر مال هذا التنظيم، خاصة مع وجود الثروات ومع وجود النفط، وبالتالي يريد أن يسيطر عليها لكي ينتعش الاقتصاد التركي. تركيا دولة مديونة باختصار، دين العام كبير جدا عليها، وبالتالي يحاول أن يثبت مصالحه، يشعر أو أشعر بأن مصالحه في ليبيا ستكون في خطر في حال تم طرد وطحن عظم الإسلام السياسي بالمنطقة، وبالتالي شمال أفريقيا بالكامل سيتعافى من هذا التنظيم. السيد عبد العزيز غنية الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا في لندن، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول إلى ضيفنا في القاهرة سيد محمد الشاكر الأكاديمي والباحث السياسي. مشاهدينا دائما لكم كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.